نروح أورشليم واحد عميد تشتري زيت ولا تجمع زيت؟ في فرق؟ من شراء الزيت وتجميع الزيت؟ ايه الفرق؟ الشراء سهل والتجميع ياخد مجهود. موقف عجيب قوي. الأعذار الحكيمات قالت للأعذار الجاهلات، قالت لهم ايه؟ فقالت الجاهلات الحكيمات: اعطينا من زيتكن فانما صبيحنا تنطفئان. ده اليوم اسيومين ان كل الناس عارفه المثل، ادينا من الزيت بتاعك عشان المصابيح بتاعتنا بتخلص. فاجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفينا لنا ولا كنا، مش هيكفينا احنا الاثنين، فبالاحرى ان تذهبنا الى الباعه وبتاعنا لكنا، فروحوا للناس اللي بتبيع الزيت واشتروا منه. فهنا الجاهلات بيشتروا زيت والحاكمات بيجمعوا زيت. الجاهلات طب ايه هو، ايه هو الزيت وازاي الناس عماله بتشتري والناس عماله بتجمع؟ الزيت الاعمال الصالحه. ازاي شراء بقى الزيت؟ ايه بقى ايه رمز شراء الزيت وايه رمز تجميع الزيت؟ شراء الزيت ده ايه؟ بيشتري منين؟ هتشتري الزيت من ايه؟ من السوق. وعشان تشتري من السوق لازم تدفع، عشان تدفع لازم يعني تإمبرس الناس اللي انت بتعمل الاعمال الصالحة عشانهم. فيقول القديس أغسطينوس، يقول انه يقول كده قول لذيذ، يقول: وهم لما راحوا يشتروا الزيت وهم بيدوروا على مديح الناس، لما راحوا يشتروا الزيت بيدوروا على مديح الناس، فلما دوروا مفيش حد قادر يمدحهم anymore. بعد الموت مفيش حد هيمدح حد على حاجة. It is done, it is over. الأغلق الباب. ساعات احنا بنعيش حياتنا عشان نشتري زيت من الناس. انا عاوز امبرس الشمامس عشان يقولوا علي ان انا ابونا كويس، وعاوز امبرس الناس الشعب عشان يساعدونا في ما اعرفش ايه، وعاوز امبرس ده وعاوز امبرس ده، وعاوز اخد مديح من ده وعاوز اخد شكر من ده. ودي النار الفيول لكل الاعمال الصالحه، كل حاجه انا بعملها عشان اجيب اخد مديح من الناس. للاسف اللي عايش او عشان ذاتي او عشان ابقى انا feeling good about myself او عشان الناس يقولوا عليا كويس، لانه قال: ويل لكم ان قال فيكم ويل لكم ان قال فيكم كل الناس حسنا. مشكله العذارى الجاهلات ان هم كانوا بيشتروا الزيت مش بيجمعوا زيت، بيشتروا من الناس. فبعمل الاعمال الصالحه عشان اشتري مديح الناس، مع انه هو في الاخر دي اعمال صالحه ودي اعمال صالحه، لكن دي الوقود اللي بيشغلني عشان الاعمال الصالحه هي ان انا ايه؟ اخد مديح من الناس. عشان كده المسيح لما مجد قال لبطرس اصعب كلمه ممكن اي حد فينا يسمعها ويقول اذهب، يقول لبطرس الرسول يقول له ايه؟ اذهب عني يا شيطان، لانك لا تهتم بما لله بل تهتم بما ايه؟ للناس. انت مش مجمع زيت مع ربنا، انت بتشتري الزيت من الناس. انتوا جات لكم، فهمتوا قصدي ولا لا؟ اصل النقطه دي خطيره، لان في الاخر هو انا بصلي، في الاخر انا بخدم، في الاخر انا بطلع مشوار، في الاخر مفيش حد شايف النيه، مفيش حد شايف القلب. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني ممكن انا ابقى بخدع نفسي لسنين طويله فاكر ان انا بجمع زيت قدام ربنا، لكن انا بشتري زيت من الناس. تبان فين؟ لما تعمل حاجه ومحدش يشكرك، لما تعمل حاجه ومحدش يلاحظ، لما تعمل حاجة وناس تقابل الخير اللي انت عملته بإساءة هترد ازاي؟ لما الواحد يعمل من أجل الله مش هدفه ان الناس تشوفه ولا الناس تعرف ولا ان انا امبرس الناس. النقطة دي مش مهمة، النقطة دي خطيرة، انه
الاثنين كانوا عذاره والاثنين كانوا بيحبوا ربنا والاثنين كانوا عايشين مع ربنا والاثنين كانوا بيعملوا اعمال صالحه والاثنين كانوا منتظرين المسيح او العريس والاثنين ناموا والاثنين ماتوا. لكن وفي مذاهبات بتاعنا جاء العريس، بتعرفين هما لو كانوا بيجمعوا زيت كانوا عملوا ايه؟ ما كانوش هيشتروا، ما كانش هيروحوا للناس يشتروا. انا اقول لربنا ايه؟ ادينا زيت شويه، احنا مزنوق مننا الزيت، ادينا نعمل اعمال صالحه. الاعجب ان الحكيمات كانوا عارفين ان الزيت اللي مع الجاهلات زيت مغشوش، زيت من السوق، زيت شارينه بمحبه المديح. الخطورة ان الواحد يبقى عايش كل حياته في بابل كبير قوي. انتوا عارفين what is the biggest oops في الدنيا؟ هو الاوبس بتاعت الجهالات. ان الواحد يجي يقف قدام ربنا يقول له يا نهار ابيض، ده انا كنت بشتري زيت من الناس، كنت بعمل اعمال صالحة من اجل الناس تمدحني، من اجل ان انا يبقى منظري كويس، من اجل الناس تقول عليا ان انا كويس. وقدام ربنا الواحد يقف ايدي فاضية ويستد كل فم. نتعلم من العذارة الحكيمات. انا قلت لكم مرة القصة دي، كان في حد كلمته في التليفون، كان في عيلة عندها مشكلة، وبعدين كلمت حد يساعد العيلة دي. المهم بعد اسابيع من المساعدات المستمرة والراجل ده تعب قوي 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 مع العيلة دي وما يعرفوش ولا عاوز منهم اي حاجة، فانا بكلمه في التليفون بقول له يعني فلان الفلاني، انا بس بقول لك ثانك يو على تعبك. فرد عليا قال لي ايه؟ قال لي دي نقطة زيت. قال لي دي نقطة زيت، ده شيرة، ده تجميع زيت. المثل ده لو فهمنا الفكرة دي تغير الحياة كلها، لان الواحد ساعات يغشش نفسه. ربنا يديني ويديكم ان احنا نختار نجمع زيت، ما نشتريش مديح من الناس، لانه الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. والنهارده الناس هتقول علينا عاش الملك، بكره الناس هتقول علينا مات الملك، وخلصت القصه على كده. لن ينفعنا الا تجميع الزيت الذي هو كثير الثمن قصاد الله. وربنا المجد دائما ابديا امين.